للحديث عن المعركة والتطورات ينضم لنا مراسل الأخبار الآن من نينوى لؤي أمين عبر سكايب مباشرة. لؤي، مساء الخير. إذن القوات العراقية تحقق الانتصارات على الأرض وتقترب من الموصل أكثر إلى الآن في الساعات القليلة الماضية، أيضا ما المناطق التي حررت وما التطورات العسكرية على الأرض بحسب ما يصلك من معلومات من الداخل بالتأكيد؟ مساء الخير. طبعا اليوم أيضا استمرت العمليات وبشكل مكثف ومن جميع المحاور في جنوب الموصل وكذلك في محور جنوبي الشرقي والشرقي والشمالي في محور بعشيقة. القوات الآن حسب آخر المعلومات واتصالاتنا مع القادة تطوق ناحية بعشيقة، وكذلك قوات من جهاز مكافحة الإرهاب توجهت بكثافة عالية إلى ناحية برطلة، وهناك تمهيد لاقتحامها في الساعات القليلة القادمة. وأيضا البيشمركة تحشدت على جبل نوران في محور نوران المعروف بمحور بعشيقة تمهيدا لاقتحام مدينة بعشيقة وتحريرها، وكذلك القوات في الشرق فهي تطوق مركز قضاء الحمدانية المعروف بمدينة قرقوش، ويتم الاستعدادات الجاهزة. يعني هناك انهيار كبير لداعش في هذه المنطقة، وخلال الساعات أو غدا يعني يتم تطهير هذه المناطق التي ذكرتها. نعم. طيب، الأنباء تتحدث عن منع داعش المدنيين من الخروج من الموصل، استخدامهم طبعا للمدنيين كدروع بشرية. ما المعلومات لديك عن عدد المدنيين الذين استطاعوا الخروج من الموصل إلى الآن؟ عدد المدنيين قليل. يوم أمس كان هناك 250 فقط مدني هربوا، ولكن هناك طوق محكم على المدنيين. اليوم باتصالاتنا من داخل مدينة الموصل داعش ينشر قناصته على أسطح المباني في الأحياء الشرقية والشمالية من مدينة الموصل. كل من يحاول أن يهرب من مدينة الموصل يتم استهدافه بقناصة داعش، ولكن هناك يعني هذا خلاف ما يتعرض له عوائل داعش وقادته. عوائل داعش وقادة داعش تم تهريبهم يوم أمس وقبل المعركة بأرتال كبيرة عبر الصحراء إلى الرقة السورية، ولكنهم يمنعون الأهالي المدنيين الغير منتمين لعوائل داعش وغير منتمين لداعش من الهروب أو الخروج من المدينة باستهدافهم بالقناص. وكذلك داعش لجأ إلى خطة تطويق الأحياء السكنية، حيث قطع جميع الأفرع ويعني أبقى على شارع واحد خروج ودخول، وهذا الشارع لا يسمح لأحد الخروج منه أو الذهاب إلى خارج مدينة الموصل. نعم. طيب لؤي، هل استطعت اللقاء بأي شخص من هؤلاء المدنيين الذين خرجوا من الموصل، أو هل معلومات لديك ربما استطعت سماع بعض الأخبار من بعض الأشخاص الذين استطاعوا الالتقاء بهؤلاء المدنيين؟ ماذا يقولون؟ كيف استطاعوا الهروب؟ أو يعني بماذا يشعرون الآن في هذه المعركة؟ أكثر الهاربين هم ليسوا بالحقيقة من داخل مركز مدينة الموصل، هم على القرى القريبة جدا من مدينة الموصل كيلومترين أو ثلاثة. هؤلاء يستغلون ظلمة الليل للخروج، ويعني حتى أنهم يخاطرون بحياتهم، لا يعرفون الطريق، الطرق كلها ملغمة ولكن يخاطرون بحياتهم للخروج. الحالة في داخل مدينة الموصل كما نقل لنا البعض الذين التقوا بهؤلاء يعني حالة يعني وضع مأساوي جدا بالنسبة للمدنيين. يعني حتى حركة التنقل إلى الأسواق والشراء والمؤونة يعني صعبة جدا على المدنيين الوصول إلى هذه المناطق. نعم. سنبقى معك على تواصل على مدار نشراتنا اللاحقة. لؤي أمين مراسل الأخبار الآن من نينوى، وكنت معنا عبر سكايب مباشرة، شكرا لك، إلى الآن.